من العراق نبدأ مع فيديو منتشر بشكل واسع وكبير على منصات التواصل الاجتماعي محلياً لمواطن عراقي يقوم بعرض الزواج على السائحة الاسكتلندية إما التي تزور العراق حالياً، وظهر مواطن آخر يسألها عن اللجوء إلى اسكتلندا خلال تجوالها في بغداد. شاهدوا معي. اه اوكي اوكي الامور طيبه. اه هاو ار يو؟ والله بخير. عربي؟ نو ماكو نو مشكله هاي يصير انا وياك زواج. انا وياك زواج كلوش. اه عرس بعدين اسافر وياك خلصيني من العراق العظيم. I don't know what that was. Nice to meet you. مين وخلصيني من العراق. هذا الفيديو أثار بعض الانتقادات على هذا التصرف مع السائحة. جيفارا علقت على الفيديو تقول: واحد يدور زواج، واحد يدور لجوء، شنو هي مديرة الهجرة؟ أما حيدر سعد فقال: أمر جدا طبيعي لتصرفات بعض الأشخاص في مجتمع منغلق منذ التسعينيات وقبلها. المهم لحد الآن لم تحدث مشكلة نصب أو سرقة أو استغلال مع كل السائحين الأجانب خلال زيارتهم للعراق، ولم يتحدثوا بسوء، وهذه ميزة بحد